السلام عليكم، اهلا بكم في قناة نوتة فلوجز. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ منوريني جدا. طبعا عايزاكم بس الاول تركزوا في الفيديو ده قوي، لان الفيديو ده مخصص للبنات العرايس. وعايزة منكم لايك حلو جدا شجعني. واول حاجة عايزاكم تجيبوا كده كوباية القهوة بتاعتكم، كوباية الشاي، عصير، عشان هنركز قوي قوي مع بعض في الفيديو. الفيديو دوت فيه كل حاجة، ازاي تعرفي تعتني ببشرتك وبشعرك وبجسمك قبل جوازك، على الاقل يعني على الاقل جدا، يعني هيكون جوازك بعد شهر تبدأي تهتمي ايه بنفسك لو انت ما كنتيش مهتمه بنفسك من قبل كده. لكن لو كنت من قبل كده فانت بنت جدعه قوي وعارفه انت بتعملي ايه، لكن ما يمنعش ان انت برضو جدعه لو انت هتهتمي بنفسك دلوقتي. فيلا خلونا نبتدي الفيديو. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. البوكس دوت او المنظم ده انا حاطه لكم فيه حاجات كتير 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 وباشكال وبانواع مختلفه عشان اعرفكم ازاي تهتمي بنفسك. اول حاجه بسم الله كده احنا هنبدا من فوق. يعني ايه من فوق؟ يعني من الشعر. تمام، خلينا نبدا بالشعر. اهم حاجه شعرك يا بنوته يا قمر يا سكر. قبل ما تفكري تعملي فرد بسوفت اند بيوتيفول او بكريم اوليف، كريم اللي هو اوليف بتاع زيت الزيتون للفرد، ايا كان الكريمين نوعين دول انا متكلمه عنهم في القناه باذن الله، هتلاقي اللينكات بتاعتهم تحت في الديسكريبشن عشان لو حابه تفردي شعرك بكل امان هتلاقي الفيديو تحت. طيب قبل وبعد، انا اتكلمت عن بعد فيديو من الفيديوهات اللي هو بتاع سوفت اند بيوتيفول. طيب قبل الفرد بقى وقبل ما اعمل اي حاجه، ولا انا لسه بقول اهو بسم الله الرحمن الرحيم، روتين وبسم الله الرحمن الرحيم اعتناء بنفسي. اول حاجه تفكري فيها انك تعملي حمامات كريم بالهبل. ايوه اسمعي اللي انا بقولك عليه، حمامات الكريم مهمه جدا جدا للعروسه في اول فتره جواز. يعني اول فتره جواز دي المفروض ان شعرك يبقى حلو وجميل، فانت قبل فتره الجواز دي لازم تعملي، فانت اول فتره الجواز زي ما انا بقولك لازم تعتني جدا بشعرك، وقبل فتره الجواز كمان لازم تعتني بشعرك. طب هنعتني بشعرنا ازاي قبل فتره الجواز؟ بحمامات الكريم بقى، حمامات الكريم بقى وحمامات الزيوت والترطيب العالي. اتفقنا؟ ده اللي جابه هنا، ده مش للشعر. المهم هنبتدي بالحمام الكريم. اي حمام كريم متوفر عندك، انا مثلا متوفر عندي ده جبت منه واختي الصغنونه استخدمته فهو عجبها جدا، لان هو يعتبر حمام كريم مع كونديشنر مع كده. هو زي ما انتم شايفين حمام كريم وبلسم الاثنين مع بعض، وفي فيتامين اي للشعر المجهد، ومكتوب وراه حاجات كتير قوي بتفيد الشعر وبترطبه. هي استخدمته بصراحة شعرها اختلف. بص اهم حاجة عادي 5 دقايق بس. اوكي المهم ده حمام الكريم. في نوع تاني، اي نوع حمام كريم بقى عندك؟ في نوع تاني لو بزبدة الشيا برضو حلو جدا. مهما كان شعرك، بصي خليكي فاهمة، مهما كان شعرك طري او نادر لازم تستخدمي حمامات الكريم، لان اول فترة جواز دي هتغسلي شعرك كتير قوي، فلازم يكون يعني على الاقل محافظ على رونقه. فاي اي نوع حمام كريم عندك، اتفقنا كده؟ انا مش بلزمك بحاجه معينه. طيب يا ساره بعد حمام الكريم اعمل ايه؟ هتعمل حطي سيرم على شعرك. تمام، لازم تحطي سيرم على شعرك او على اطراف شعرك. يعني لو مش معاكي كريمات او كده ممكن تحطي سيرم. طب انا لو عايزه ترشحي كريم، ارشح لك كريم بانتين بديل الزيت بتاع بانتين، حلو جدا وجميل جدا وهيفيدك، بس ده تحطي على الشعر بس ما تحطوش على الجذور. لو انت عايزه حاجه تحطي على الجذور ممكن تحطي حاجه زي كده ومش كتير. يعني لو انت عايزه تعملي حمام زيت اعملي حمام زيت، لكن ما تحطيش حاجه على جذور شعرك لان ده بيقفل المسامات، فانا بخاف من الموضوع ده قوي. ده تحطي على اطراف شعرك برده مهمه جدا. طب انا بقى لو عايزه اعمل حاجه تانية اسبوعيه يا ساره مع حمام الزيت ومع حمام الكريم اعمل ايه؟ تجيب الامبولات اللي هي زي كده، ديت بتكون مثلا من ماي واي او من اي مكان زي ما انت حابه، وبعد ما تغسلي شعرك بتروحي حاطه منها كده على شعرك وبتسيبيه ينشف عادي، مش بتغسليه بعدها. فبرضو الموضوع ده مهم جدا، انت بتحافظي على رونق شعرك. طب لو انا بقى شعري شديد الجفاف وعايزه اضبطه اعمل ايه؟ زبده الشيا. تمام، زبدة الشيا مهمة جدا ان انت تروحي عاملاها من بالليل للصبح، تروحي ماسكاها فردها كلها على شعرك ولافه شعرك بحاجة او تلفيه بطرحة قديمة عندك وتروحي نايمة، تاني يوم الصبح بإذن الله تقومي تغسلي شعرك هيبقى حلو جدا. اتفقنا كده؟ ده كده اول حاجة بالنسبة للشعر. تعالي نخش على طول على البشرة. ما تنسيش بس تسرحي شعرك بحاجة مفتوحة زي كده علشان ما تقطعش منك، دي اهم حاجة. يستحسن تكون خشب ما تكونش بلاستيك، هي متوفرة عندي بلاستيك فخلاص، يعني اي حاجة متوفرة عندك بس انا بفضل الخشب اكتر. برضو البشرة محتاجة سكراب، محتاجة ماسك، محتاجة ترطيب زيها زي الشعر بالظبط.
طيب اعمل ايه؟ انا بستخدم المنتجات دي يا جماعة، لو انتوا عندكم انا هعمل لكم باذن الله، لو انتوا حابين طبعا فيديو بديل المنتجات هعمل حاجات طبيعية لو انتوا عايزين. تمام. طيب انا مثلا عندي سكراب وعندي ماسك، ده سكراب الرز حلو جدا من مبا بجد، يعني خطير خطير فعلا. بحب استخدمه بعد الشيفنج او ازاله الشعر، اي طريقه انت بتحبي تزيلي بيها شعر وشك، لازم يا حبيبه قلبي تعملي قبلها سكراب، ما تعمليش بعدها، لان لو انت عملتي بعدها شعرك سوري بشرتك هتلتحم. وده طامي الاحمر الفرنسي، ده برضو من مابا، حلو جدا بفرده على بشرتي، بيديها نضاره كده وبيخليها لونها احمر كده وجميل. طيب انا كده عملت يا ساره الماسك وعملت السكراب. ترطيب ترطيب اهم حاجة، الترطيب. شوفي الحاجة اللي انت شايفاها مناسبة لنوع بشرة وشك، ايا كان بشرتك دهنية جافة ايا كان. انا بستخدم الترطيب بتاع ايفون، بستخدم جوجرين للجلد عموما ولبشرتي لازم استخدم ده. طب انا عايزه حاجه كده خفيفه وعلى الماشي، ممكن تستخدمي بانسينول برضو مش وحش. بالنسبه للشفايف، السكراب اللي انا هعمله لبشرتي هعمله لشفايفي، وبرضو هنروح حاطين ليب بالم اللي هو مرطب الشفايف كل يوم. طب انا يا ساره لما بحط باكل حطي قبل ما تنامي، يعني اعملي سكراب وحطي قبل ما تنامي المرطب، والاوقات اللي انت مش بتاكلي فيها او بتشربي فيها حطي المرطب بتاع الشفايف، علشان مهم جدا ترطيب الشفايف. طيب اخر حاجتين عايزه اتكلم عنهم في ازاله الشعر، انا ازيل الشعر باي طريقه تعجبني، اي طريقه هي مريحاكي. انا مثلا بستخدم الشيفينج فقبل لازم اعمل سكراب، بستخدم فتله قبل لازم اعمل سكراب، بستخدم اللي هو الشمع مع انه غلط برضو اعمل سكراب. طيب الماسك ده من الكماليات، هو حلو جدا بالخيار وبذات الصبار، انا بحطه على بشرتي وطبعا بعدها بينشف وبروح شداه، بيبقى حلو جدا، ممكن تستخدميه برضو مره واحده في الاسبوع. فده كده بالنسبه للبشره، اهم حاجه الترطيب. هتنزلي الصبح تحطي سكراب، سوري هتنزلي الصبح تحطي صن بلوك، اهم حاجه صن بلوك. اتفقنا كده؟ كده خلصنا الشعر والبشره، تعالوا بينا نخش على الجسم. بعد كده هتكلم عن الجسم، زي ما انتم شايفين برضو الجسم لازم تعمل له سكراب، لازم السكراب. طب انا عندي سكراب بتاع مبا، انا ما عنديش يا ساره سكراب مبا، ما عنديش سكراب اصلا معلب، يعني عندي ممكن اعمل سكراب في البيت عادي؟ طبعا ممكن جدا تقدر تعملي سكراب ده بالسكر، زيت زيتون او اي زيت لوز الحلو، او مثلا ترمس اللي هو ترمس المطحون، الحاجات دي. طيب ده ايه بقى يا ساره؟ ده هتعملي سكراب دوت حلو جدا، تعملي المناطق الحساسه وتعمليه لجسمك عموما برضو حلو جدا. والماسك اللي لسه قايله عليه اللي هو الماسك الطبيعي اللي هو البديل ليه برضو ممكن تعمليه بكل بساطه. تمام. طيب سكراب يعني لازم ترطيب على طول، يبقى لازم استخدم ترطيب قوي جدا، وممكن تستخدمي زيت جونسون اللي هو موجود عندنا في كل الحالات. لو انت ما عندكيش زبده شيا، لو انت ما عندكيش كريم ترطيب، فانت ممكن تستخدمي زيت جونسون، ممكن تستخدمي زبده الشيا، كانت جايه لي من اي جي بيو برضو روعه جدا. وممكن تستخدمي اللي هو جو جرين ده عشان هو مرطب للجلد عموما يعني، فهو جميل بجد والله العظيم، بزيت جوز الهند، بزيت الجاجوبا، وفي بنسلول وخلاص الصبار والكولاجين وكده، فهو عموما للجسم او للبشره فهو حلو جدا. اي نوع حتى لو جبتي كريم نيفيا، بصي موضوع الترطيب ده متاح لك ان انت تعملي فيه كل حاجه زي موضوع بالظبط السكراب. بعد كده لازم احطر جسمي، ولازم يا بنات نهتم بريحه جسمنا، يعني لازم تهتمي انك دايما تبقى ريحتك حلوه حتى وانت لسه في بيت باباكي. ما ينفعش تقولي لما ابقى اتجوز هبقى اهتم، لما هبقى اتجوز هبقى احط ريحه حلوه، لما هتجوز احط لوشن ريحته حلوه. لا، اصرفي على نفسك واصرفي على جسمك، واعملي الحاجه دي لنفسك انت اولا، ما تعمليش حاجه عشان انت هتتجوزي، عشان لو انت هتعملي الحاجه دي عشان انت هتتجوزي يبقى تعملي اول فتره وبعد كده هتهملي في نفسك بقى ويروح يتجوز عليك، انت حره بقى. المهم ده ليتل بلاك دريس من ايفون، ده لوشن بودي لوشن بريحه البرفيوم دي، ريحته حلوه قوي، ريحته حلوه قوي وقويه، واللي هي بتاعه الليل كده، يعني ممكن تحطيها بالليل وتسترخي كده مع نفسك، وانت لو متجوزه برضو ممكن تحطيها يعني.
دي ديفيانا او ديفيني زي ما انتم بتسمينها، دي من ايفون، ده برضو مزيل عرق. طب انا بقى يا ستي النبي عربي كده عليه الصلاة والسلام، وهاتلي بقى حاجة كده من اللي احنا عارفينها. خلاص يبقى العود الملكي بقى، اللي هو مخمرة العود الملكي اللي هتجيب معاكي من الاخر، هتبطئ نمو الشعر في المنطقة، في المنطقة اللي تحت الابط الارض الاندر ارم، وكمان هتروح تفتح المكان وتبطئ نمو الشعر، وكمان هتديكي ريحة تدوم فترة طويلة، وهتدي كمان ريحة الجسم الجميل قوي. فكده يا بنات حلوين بالنسبة للجسم، تمام. ناقص لنا حاجتين، المنطقة الحساسة وكعب الرجل. يلا بينا على المنطقة الحساسة، عشان دي اهم حاجة، او المناطق الحساسة اللي في جسمنا اهم حاجة نهتم بيها جدا. بدون جواز، قبل الجواز، بعد الجواز، في سن المراهقة، في سن الطفو، ايا كان لازم تهتمي بالمنطقة دي. اتفقنا؟ يلا بينا نروح عليها. بصي بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نخش كده برجلنا اليمين على المنطقة الحساسة، وازاي هنفتحها، وهنستخدم ايه، ولازم نجيب حاجات غالية ولا لأ، وكل الكلام الحلو ده. تعالوا بينا، هكلمكم عن الحاجات الرخيصة، وبعد كده هنتكلم عن الحاجات الغالية. طبعا انتوا شايفين قدامكم بيزلين، وهتموتوا وتعرفوا بيزلين ده عامل معايا ايه. بس انا هقولكم الأول على ستيال. ستيال ده بتاع الغلابة، هو وجولد مثلا. موظف حلو جدا، مش بينشف المكان ولا اي حاجه، لو عندك لا قدر التهابات بيشيلها فورا، بيدي مكان كده ريحه نظافه كده، بيبقى جميل، هو جميل. اتفقنا؟ فده البديل الارخص لاي اي غسول عايز تستخدميه المنطقه دي، سواء قبل الجواز او بعد الجواز، تمام كده. عندي بقى كريم تفتيح، انا عايزه افتح كريم هارفي. كريم هارفي من اقوى الكريمات اللي ممكن تفتح لك، اللي انا استخدمتها شخصيا. ممكن في كريمات تانية ممكن تستخدميها، مثلا في كريم اسمه فلوديكس تقريبا، يا رب اكون بقول الاسم صح اكون متذكره، برضو في ناس كتير قوي شكرت فيه، تمام. بس هو ده برضو جميل جدا هارفي، وانا مستخدماه، بستخدمه على وشي في الاماكن مثلا مناطق الحبوب، وبستخدمه مثلا، بص هو يعني هو جميل جدا، بيفتح البقع الداكنه اللي في الجسم، وبيفتح النمش والكلف، وبيفتح البقع اللي موجوده عن تقدم السن، وبيفتح البقع الناتجه عن اثار التحب الشباب والحروق والاسمرار اللي بتاع تعرض الشمس وجلسات الليزر والتقشير الكيميائي. فهو جميل، كنت جايباه ب50 جنيه او ب53 جنيه، حاجه زي كده. وكمان في منه سبراي للمناطق الحاسه كان ب70، ما اشتريتوش للاسف، بس ان شاء الله هشتريه واجربه. بس هو فتح معايا بصراحه، رقب، اكعان، منطقه حاسه، بيفتح معاكي. بس اهم حاجه المداومه، المداومه من شهر لشهر ونص هتلاقي نتيجة، ما تستعجلش قبل كده. اتفقنا؟ اتفقنا. طبعا ترطيب 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 ثم الترطيب. لو انا بحط الكريم مرتين في اليوم، فلازم في نص اليوم كده ارطب بزيت جونسون، ارطب باي زيت عندك، باي كريم عندك ترطيب. اتفقنا؟ برضو اتكلمت عن الكريم دوت، تمام. وبرضو يا جماعه لازم نعمل المنطقه دي تقشير، ما تنسوش منطقه المنطقه الحساسه والاندر ارم ومنطقه البكيني، لازم يتحط لها تقشير، لازم تقشري تقشير. اتفقنا. اتكلمنا عن الحاجات الرخيصه، تعالى نتكلم عن الحاجات الغاليه بقى. بيزلين، فكرت كتير قوي ان انا اجيب بيزلين، وسمعت عنه ريفيوهات كتير حلوه بصراحه، ما حدش ما شكرش فيه، ما فيش حد جربه وما شكرش فيه، تمام. قلت خلاص هجرب، وبسم الله توكلت على الله، وماما تابعت، الله يكرمها يا رب ويسترها ويطول لي كده في عمرها ويبارك لي في عمرها، دفعت دم قلبها وجابت لي ايه، بزلين. ليه بقول دم قلبها؟ لان الاخ ده الغسول عامل 215، والاخ ده الكريم عامل 295. هي حاجة غالية بس بتجيب نتيجة مع المداومة. لو جبتي حاجة بمليون جنيه وحطيتيها مرة واحدة، استحالة تعمل معاكي، ما يبقاش في غمقان سنين وتيجي تفتحي انت في يوم، مش هيحصل. انا الاول بغسل بالغسول المنطقه الحساسه والمنطقه الداكنه، سواء في الركبه، سواء في الكعان، سواء في الاندر ارم، منطقه الابط يعني، وبرغي كده حبه في حبه ميه، وبروح غسل بيهم المنطقه دي، تمام، عشان هو بيحضر البي اتش بتاعه المكان ان هو يتحط له اي كريم تفتيح. وبستخدم كريم التفتيح ده، المفروض ان هو بيستخدم مرتين، برضو على اماكن الداكنه وعلى الحساسه. وهتلاقوا، هجيب لكم الكرتونه بتاعتها دلوقتي، عشان هيبقى مكتوب عليها خط البيكيني والمنطقه الحميمه وكمان منطقه تحت الابط. معلش يا بنات، دورت على العلبه وبس، واضح ان هي مركونه هنا ولا هنا، فناسيه مكانها يعني. بس هي بيستخدم للمناطق الحساسة عموما في الجسم، منطقة الركب دي منطقة حساسة، منطقة البكيني، منطقة المنطقة الحميمة ذات نفسها برضو، بس مش من الداخل يعني، يعني استخدام ظاهري، او الاستعمال الخارجي. للاستعمال الخارجي مفيش اي كريم بتحط في الداخل لو انت مرأة متزوجة.
برضو في نص النهار لازم ارطب. بس انا يا جماعه الحقيقه تتقال ان انا بحس ان الكريم ده بينشف المنطقه شويه، يعني انا بحسه كده، بحس ان هو بيبقى عايز معاه كريم ترطيب او زيت ترطيب، لان انا بحس انه بينشفها شويه بالذات ما بين الفخذين. دي حاجه. الحاجه التانيه، بعد ما بتخلصي يعني عزكم الله، بعد ما بتخلصي التواليت بتاعك لازم تجيبي منديل، مناديل عشان هترميها مش هينفع فوطه، منديل تطبطبي على المكان بحيث ان انت تنشفيه بطريقه كويسه. تمام، لازم يتنشف بالطريقه دي، ما ينفعش تنشفيه بفوطه، لو نشفتيه بفوطه هيترقم مثلا بكتيريا على بكتيريا لا قدر الله، ويعمل لك بقى مشاكل وكده. فالمناديل بتجي منديل تطبقيه كده اربع طبقات، وبتروحي ايه طبطبه كده على المكان بحيث ان هو يبقى جاف، طالما المكان جاف مش هيبقى فيه اسمرار ومش هيبقى فيه احتكاك ولا حاجات من كده. طيب نروح لاخر حاجه بقى، لو كعوب الرجلين. يلا بينا. بص بقى، الرجلين لازم تعمل لها باديكير ومانيكير والضوافر. طبعا انا عارفه الموضوع ده، بس انا بتكلم عن الرجل عشان اهم حاجه. الباديكير والمانيكير لازم تعملي باديكير، تعملي ميه سخنه كده، طبق ميه سخنه حلو كده رجلك تستحمل، تحطي املاح الباديكير دي فيه، هي حلوه جدا وبصراحه شغاله معايا حلو يعني. وبتفور كده وتعمل معايا حاجات جميله. اوكي، وبعدين بتروحي جايبه اللي هو ايه اسمه ايه، طيب مقشر الرجلين ده او حجر، يعني يا ريت يكون في حجر زي زمان كده، وتروحي بقى عامله كعب رجلك وعامله كل الاماكن دي، هتلاقي كده ايه ان المكان، بس اهم حاجه تنشفي رجلك بعد ما تحطيها في ميه سخنه، وبعد كده تعملي هتلاقي فيه كل الجلد مات. انا اسفه على شكل المنظر ده، بس انا مش عارفه اطلع الجلد مات الموجود. بتروحي عاملاها كده بقى كعب الرجل، كعب الرجل كده اهو، كده اهو، كده اهو، بيبقى معاكي زي الفل. بعد كده تروحي حاطه زبده الشيا او اي كريم ترطيب، برضو اي كريم ترطيب ان شاء الله فوزلين. وبعد كده تروحي حاطه كريم دوت برضو، بدا حلو جدا يعني، ممكن يغنيكي عن ده كله. بتحطيه بيديكي لمعان، بيديكي كده حته حمرا كده، كعبك كده بيبقى احمر وجميل كده، وفي نفس الوقت بيرطب برضو المكان جدا، وبيرطب الكعب الرجل جدا. فتمام كده، بس كده. يا رب اكون افدتكم يا بنات، بجد مبسوطه ان عملت لكم الفيديو ده، يا رب اكون افدتكم، يا رب ان شاء الله ينزل على خير. ما تنسوش بالله عليكم تعملوا لايك للايف ده، سوري لايك للفيديو ده، وكمان اشتراك في القناه عشان هنزل حاجات تانية جايه كتير. واشوفكم على خير، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب كل البنات تتجوز، ربنا يتمم لكم كلكم على خير. وشكرا جدا، مع السلامه. وما تنسيش كمان تعملي الفيديو ده شير لكل صحباتك، لازم لازم لازم، وكومنت حلو زيك تحت لو انت عايزه اي حاجه اعرفهولك. باي باي.